الخير، هذه نشرة الأخبار نقدمها لكم مباشرة من قناة العيون، وبدايتها بأبرز عناوين. بالعيون، الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للمقاولات الصغرى. وبإقليميم، حبلة للتبرع بالدم لسد الخصاص من هذه المادة الحيوية. وفي الرياضة، بالطنطان بطولة عصبة الصحراء للكرة الحديدية. أهلا بكم إلى التفاصيل. مستهل ونشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ندد فاعلون جمعويون إسبان ومغاربة يوم أمس الجمعة بالمأساة اليومية التي يعيشها ساكنة مخيمات تندوف فوق تراب الجزائر وبانتهاكات البوليساريو. رئيس المنتدى الكناري الصحراوي ميغيل أورتيز آسين، وخلال ندوة صحفية، أكد أن الوضع في المخيمات متردد بسبب تصرفات البوليساريو وما ترتب عن ذلك من فساد ويأس، مشيرا إلى أن قادة البوليساريو والسائرون نحو الزوال يأتمرون بأوامر الجزائر غير آبهين بالأصوات التي ترتفع ضد القمع بمخيمات تندوف. نفس المتحدث أعرب عن أسفه لتحويل قادة البوليساريو للمساعدة الإنسانية الدولية الموجهة لمخيمات تندوف، وكذا لغياب حرية التعبير داخل المخيمات والاختفاء القسري، مشيرا إلى أن البوليساريو أضحت شركة يتزعمها قادة يأتمرون بأوامر الجزائر ويقودون ساكنة تندوف إلى الهاوية. وفي المقابل، بالأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية في عديد المجالات، تضع العنصر البشري في صلب الأولويات. بمدينة العيون نظم اليوم المنتدى الدولي للمقاولات الصغرى في دورته الثالثة، وذلك تحت شعار تحفيز على الابتكار وإيجاد للحلول، فضاء للتواصل ما بين المقاولين الشباب والشركاء الماليين وغير الماليين. تظاهرة تسعى لتحرير المبادرة الخاصة المحفزة على الاستثمار. ريبورتاج عياد السرتي وعبد الله المحمودي. يحضر محمد المقاول الشاب وشركاؤه إلى فعالية هذا المنتدى، وكلهم أمل أن يجدوا إجابات لعدة تساؤلات تتعلق أساسا بإمكانيات التمويل البنكي، وكذا التأطير والمواكبة للدفع بمقاولتهم نحو النجاح. وجينا يعني لهذا المنتدى بحكم يعني العروض اللي كيقدمها، المواكبة، التمويل، يعني مجموعه من التسهيلات، مجموعه من يعني الاستشارات في المجال ديال لي ميكرو انتربريز. التساؤلات اللي كطرح على جميع الشباب يعني ديال الجهه في العموم هو التمويل، يعني التمويل، التأطير، التكوين. المنتدى الدولي في نسخته الثالثة تحفيز نحو الابتكار ولإيجاد الحلول لمختلف الإكراهات التي قد تقف أمام المقاولة الصغيرة. جلسة للنقاش تضم مختلف المتدخلين، سواء الشركاء الماليين أو المؤسساتيين، وكذا خبراء من قطاع المالي والأعمال. الناس متعطشين باش يعرفوا شنو دور ديال التأمين. احنا الدور تاعنا هو التحسيس ديالهم بهذا الدور، فسرنا لهم شنو هي الإجبارية ديال التأمين اللي كاين، وكيف باش يقدر التأمين بصفة عامة يواكب المشاريع، خاصة المشاريع ديال المقاولات جد الصغرى. مساعدة المستثمرين والمقدمين على خلق المقاولات لتسهيل المساطر الإدارية. أيضا هناك من بين المهام هي المواكبة البعدية ولخلق المقاولة في الجهة. من خلال هذه البرامج المركز الجهوي للاستثمار يواكب عن طريق تسهيل المساطر الإدارية لخلق المقاولات، وعن طريق
توفير الدعم الغير المادي لمواكبة هذه المقاولات. هو فضاء اللي كيخلق واحد الحوار بين جميع الفاعلين الاقتصاديين الماليين وغير الماليين اللي يمكنهم يخلقوا ما يسمى الآن بليزيكو سيستم. وحنا هنا جوستومو كنحاولوا باش نخلقوا واحد ليكو سيستم بلو كولابوراتيف اون لا ريجون. المنتدى الدولي للمقاولات الصغرى هو كذلك فرصة باش نشجعوا الشباب نساء ورجال أنهم يولجوا لعالم المقاولات. تظاهرة إذن تأتي لتشجيع تحرير المبادرة الخاصة المحفزة على الاستثمار والمنتج للثروة، دينامية تراهن على خلق المقاولات لتطوير الاقتصاد ولخلق فرص الشغل. ومواكبة من قناة العيون لانطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد بالجهات الجنوبية، نقترح عليكم نافذة خاصة نتابع من خلالها تطور البنيات التنموية الأساسية وكذا الأوراش التي جاء بها النموذج الجديد. إذن يعد مشروع محطة تحلية مياه البحر بالمرسى أحد المشاريع الهامة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، منشأة تعمل على تزويد مناطق فم الواد والعيون والمرسى بالمياه الصالحة للشرب. ريبورتاج عن هذه المحطة المائية لمحمد المصطفى خيا وعبد الرحيم فيلول. عبر ثلاث مراحل أنجزت هذه المحطة لتحلية مياه البحر بمدينة المرسى التابعة لإقليم العيون. اليوم تزود العيون المدينة وكذا المرسى وفم الواد الشاطئ بالماء الصالح للشرب بطاقة إنتاجية تقدر ب 26 ألف متر مكعب. هو مشروع رأى النور بالعيون بعد الكثافة السكانية والتطور العمراني الهام الذي شهدته المدينة. هذا المنشآت الإنتاج اللي كتمكن من تلبيه الحاجيات ديال المنطقه بالماء الصالح للشرب، ونظرا لان المدينه عرفت واحد التطور عمراني مهم جدا خاصه بعد انشاء عده مدن سكنيه بالمدينه، اصبح الطلب اكثر على هذه الماده الحيويه، وبالتالي كان من الواجب سطر المكتب برنامج لمسايره هذا الطلب. وتشتمل هذه المحطة لتحلية مياه البحر بميناء العيون على مجموعة من المرافق المجهزة بأحدث الآلات حرصا على أن تصل المياه الشروب للساكنة في ظروف جيدة، وذلك باعتماد تقنية التناطح العكسي ووفق معايير دولية معمول بها في هذا المجال. التقنية المستعملة في التحلية هي تقنية التناطح العكسي، وهذه التقنية تستعمل على ان على اساس الماء الذي يدخل الى الماء الذي يدخل الى ليمونبان باللغة الفرنسية ليمونبان 50% من الماء هي الماء الصالحة للشرب و 50% تذهب الى مياه البحر، وهذا الماء الصالح للشرب يحترم فيه جودة المياه وفقا للمعايير الدولية المستعمل بها من طرف المنظمة العالمية للصحة. وستعرف مدينة المرسى بإقليم العيون إنجاز محطة أخرى لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر ب 26 ألف متر مكعب، وسترصد لها كلفة مالية تقدر بنحو 400 مليون درهم على أن تبدأ الاشتغال سنة 2018. عقد المجلس الإقليمي لبوجدور الجلسة الثانية لدورة الاستثنائية للدراسة والتصويت على مشروع الميزانية الإقليمية للسنة القادمة، في المتابعة بريجينا العروسي ومحمد شرح. في مستهل أشغال هذه الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي، ناقش أعضاء المجلس مشروع الميزانية الإقليمية للسنة المالية المقبلة والذي يهم مداخل ومصاريف التسيير والتجهيز. وبعد دراسة جادة صادق الحاضرون بالإجماع على مشروع الميزانية. هذه الجلسة كانت فيها نقطة فريدة، هي نقطة المناقشة والمصادقة على قانون المالية المجلس الإقليمي 2016. هذا القانون تمت المناقشة دياله بجدية وبشفافية، وتمت الأخير المصادقة عليه بالإجماع، إجماع السادة الأعضاء مشكورين على ذلك لأنهم يبحثون عن المصلحة العامة لهذا الإقليم. وبشر ساكنة بوجدور على أن هذه الميزانية حملت العديد من المشاريع
بما فيها الساحات، إعادة تأهيل الساحات العمومية بالإقليم، ساحتان رئيسيتان وسيكونان إن شاء الله في أحسن مستوى. النقطة الثانية غادي تعدل واحد القاعة ديال المؤتمرات متعددة الاختصاصات لأننا نفتقر لذلك في هذا الإقليم. وقبل الإعلان عن اختتام أشغال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي، تم تلاوة برقية الولاء المرفوعة لجلالة الملك محمد السادس. تحت شعار مسيرة من وحي السيرة، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليميم بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية والمؤسسة الإدارية للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين والمندوبية الجهوية للصحة بإقليميم حملة للتبرع بالدم، مبادرة من أجل المساهمة في سد الخصاص الذي تشكو منه مراكز تحقن الدم من هذه المادة الحيوية. حيجب التامك ومحمد فاضل عبيدة. في إطار الأيام الثقافية التي ينظمها المجلس العلمي المحلي، نظمت حملة للتبرع بالدم على مدى 3 أيام، ويهدف منظم هذه الحملة إلى توعية الساكنة بأهمية التبرع بالدم ودورها في مساعدة وإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم. وتأتي هذه الحملة احتفالاً بالذكرى 40 لعيد المسيرة الخضراء. جيت نتبرع اليوم بالدم من أجل إنقاذ ناس مشاو، ناس وقعوا لهم حوادث سير والناس محتاجين الدم. الحمد لله كندعو الناس كامل من اجل التبرع لهذا لانقاذ حياه بشريه. نرمو ان شاء الله في هذه الحمله ان يصل عدد المتبرعين فيها الى حوالي 200 متبرع، ولنا مع المركز الجهوي لتحقن الدم ممثلا في بنك الدم بإقليميم اننا سننظم حملات التبرع بالدم ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله. وبنفس المناسبة نظم معرض لصور حدث الهجرة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى صور تؤرخ مختلف الجوانب والأبعاد التاريخية لحدث المسيرة الخضراء. هذه الأنشطة أيضا معرض تضمن رواقين، رواق السيرة حدث الهجرة احتفالا بالسنة الهجرية، رواق الهجرة النبوية الشريفة، وتضمن مجموعة من المحاور منها التخطيط للهجرة، منها ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات أثناء الهجرة، ومنها أيضا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوصول إلى المدينة المنورة. أنشطة ثقافية تواصلت على مدى 4 أيام وعرفت تنظيم معارض وحملات طبية بالإضافة إلى ندوات علمية وثقافية. وبالداخل نظمت جمعية الهدف للثقافة حفلا ثقافيا إحياء لذكرى المسيرة الخضراء 40. في المتابعة بكار دليمي ومحمد يدس. أطفال جمعية الهدف كانوا في الموعد للاحتفال بدورهم بهذه المناسبة الوطنية ولترسيخ هذه الملحمة الوطنية في نفوس الناشئة. كانت فقرة برنامج الحفلة المسرحية الغنائي متنوعة. كتمثل لي بزاف حيت هي اللي خلات الصحراء حررتها من الاستعمار ديال إسبانيا، وبفضلها حنايا هنايا عايشين هنايا في الداخلة وفي العيون وفي قلميم كل شيء. تخليدة يعني كنخلدوا لأننا حررنا الصحراء المغربية ديالنا، ومغاربة كيحتفلوا بها عموما. العموم حنا احتفلنا، اختارينا نحتفلوا بمسيرة خضراء بحالنا بحال المغاربة الآخرين كيف ما احتفلوا في المدن الشمالية، وحتى حنا غادي نحتفلوا بها. قدم الأطفال عروض مسرحية استعراضية بالمناسبة، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية للتذكير بأهمية الملاحم الوطنية. اليوم تنحتفلوا بالذكرى 40 للمسيرة الخضراء المظفرة. الهدف منها هي تمرير رسائل وطنية للأطفال والناشئة ديالنا، أطفال ويافعين وكتاكيت. بالنسبة لهذا النشاط، نشاط متنوع ثقافي تربوي، فيه مسرح،
موسيقى وكذلك سكيتشات. الحفل الثقافي التربوي كان لحظة مهمة استحضر خلالها الأطفال وأطر ومنخرطي جمعية الهدف دروسا وطنية ذكرت بملحمة المسيرة الخضراء التي ساهمت في إرجاع هذا الجزء المهم من المملكة إلى حاضرتها الوطن الأم. وفي الرياضة تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من الفوز على منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل. المباراة جرت بملعب أدرار بأكادير وهي من أجل التأهل لدور المجموعات في الإقصائية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2016. طاقم القناة تابع أطوار هذه المباراة وعاد بالروبورتاج التالي من توقيع محمد بتاح وعبد الرحيم حاجي ونيمة المغيفي. ملعب أدرار بمدينة أكادير كان على موعد مع مباراة مهمة للمنتخب الوطني جمعته بنظيره الغيني الاستوائي. هذه المقابلة التي تعني الشيء الكثير والتفوق بها قبل مقابلة باتا. فالجولة الأولى عرفت تفوق بين للمنتخب الوطني أولى الأهداف بواسطة العربي وفرحة العشاق وكذلك دكة الاحتياط واللاعبين بهذا الهدف الذي أعطى شحنة قوية للاعبين وكذا الجماهير التي حجت لمساندة الفريق في ملعب أدرار. الوقت بدل الضائع كان بإمكان الفريق تسجيل هدف ثاني لكن الحكم الجنوب إفريقي ينهي الجولة الأولى بهدف دون مقابل. إذن هدف دون مقابل هو نتيجة الشوط الأول لهذه المقابلة. الجولة الثانية هي جولة المدربين والتي ستحمل الكثير من الأخبار منها السارة والغير السارة. بداية هذه الجولة ستعرف طرد اللاعب الكروشي من طرف الحكم الجنوب إفريقي. رغم هذا النقص العددي استطاع أبناء المدرب بادو الزاكي مسايرة الإيقاع وتسجيل هدف ثاني بواسطة البديل اللاعب بامو لاعب نانت. رغم هذه الفرصة قبل ذلك للفريق الزائر هنا الهدف الثاني بواسطة اللاعب بامو لاعب نانت الفرنسي. هدفين دون مقابل هي نتيجة هذه المقابلة قبل الموقعة المقبلة يوم الأحد بباتا بغينيا الاستوائية. كنتمنى نكملوا الخدمة ديالنا والفرح ديالنا نهار الأحد. ما غاديش يكون ما تساهل ولكن عندنا لافونتاج ديال جوج ديال البيوت وكنتمنى نكونوا في مستوى ان شاء الله باش نتكاليفيو الجروبات حيت البلاد راه مورانا ان شاء الله. المهم فرحنا بزاف ومهم المهم لعبنا مزيان ودرنا المهم درنا بون ماتش. كنتمناو ان شاء الله لو ماتش خوتو ان شاء الله نديرو لو ميم ماتش ان شاء الله. المهم لعبوا مزيان الدراري لعبوا مزيان كلهم لو جروب اون جينيرال المدرب كلشي لعب مزيان كلشي دار لو ماتش كلشي كونسونتري ومهم المهم ان شاء الله تكون لا كاليفيكاسيون ان شاء الله ديما. والحمد لله كنا عارفين هذه المقابله تكون صعيبه والدراري زون ريبوندي بوزيتيف واخا كان شي حوايج ماشي هما هذوك مازال من الحمد لله لو ريزولتا اي تري بوزيتيف والجروب حتى هو الفرقه عندهم تتبين شي عائله والدراري تتهضروا بيناتهم والحمد لله شحال من حاجه بوزيتيف خرجت من هذه المقابله. ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله عرفنا هذه تكون صعيبه على هذه وغادي نمشيو مجموعين ان شاء الله وندور حيت قدام باش ان شاء الله نرجعوا بلا لي كاليفيكاسيون. بعد نهاية المقابلة أجرى احتياطي المنتخب حصة خفيفة بملعب أدرار وسط تفاؤل لكل مكونات الفريق من أجل العودة بالتأهل يوم الأحد من باتا. المباراة تدخل في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمنتخب المغربي رحل إلى غينيا الاستوائية لمباراة الإياب التي ستجرى يوم غد قبل دخول دور المجموعات. رياضيا دائما وبمدينة الوطية هذه المرة حيث نظمت بطولة عصبة سوس الصحراء للكرة الحديدية وذلك تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة. في المتابعة حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي.
أندية حضرت من مختلف أرجاء المملكة للمشاركة في منافسات هذه الدورة 30 من بطولة عصبة سوس الصحراء للكرة الحديدية التي تنظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لهذه الرياضة. أدوار طبعت المنافسة والندية بين مختلف المشاركين، حيث عاد الفوز في نهائي هذه التظاهرة الرياضية للنادي المنظم شباب الوطية الذي أبان لاعبوه عن علو كعبهم في هذه المنافسة الرياضية. فرحان بزاف بالفوز ديالي اليوم لأول مرة بالدوري ديال طنطان ديال شبيبات الوطية، وأنا فرحان بزاف وكنشكر الجمهور اللي ساندنا بزاف اليوم، والفوز ديالنا أيضا على المنتخب الوطني كان حتى هو فوق كل شيء. صراحة دازت في أجواء رياضية جد مهمة، أعطت نتائج تقنية جد مهمة، حيث عرفت النتيجة النهائية فوز ديال النادي المنظم نادي شباب الوطية على حساب النادي ديال تيزنيت، وبالتالي عاد اللقب ديال هذه الدورة النادي المنظم اللي هو نادي الوطية. بالنسبة للمناسبة هي مناسبة اللي كانت مناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، واللي من خلالها كرفعوا برقية ولاء وإخلاص للسد العالي بالله. كانت مباراة بين فرق من جميع أقاليم المملكة، وتم تكريمهم وتم تكريم ومشت البطولة للفريق الوطية اللي كان نفتخروا به، وكان حيوا من هذا المنبر ونحيوا الناس اللي سهروا على هذا الفريق هذا اللي ولا كيمثلنا على الصعيد الوطني. توزيعنا للجوائز والتكريمات في ختام أطوار هذه المنافسة الرياضية التي كرمت بالمناسبة العديد من الأسماء والفعاليات المحلية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم العبيد ولد بن عاج عن سن تناهز 92 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أيت لحسن أيت بوغزاتن. الفقيد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وجيش التحرير. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد علي والإدريسي عن سن تناهز 82 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أزوافيط. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد سالم والنافع عن سن تناهز 81 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة رقيبات أولى طالب. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة القناة بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وابنه الزميل سعيد الدنيبة المخرج بقناة العيون. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتعرف الآن على أحوال الطقس المنتظرة يوم غد. درجة الحرارة المنتظرة يوم غد بالعاصمة الرباط 22 درجة. بالأقاليم الجنوبية درجة الحرارة 29 درجة بالعيون و 32 درجة ببوجدور، 28 درجة بقليميم و 29 بطنطان، 28 درجة بطرفايا و 28 درجة بسمار. جنوبا درجة الحرارة 29 بالداخلة و 30 بالقويرة، 26 درجة بقلت الزمور، 28 بأمدريكا و 31 درجة بأبس. البحر على الواجهة الأطلسية سيكون قليل الهيجان إلى هائج، وعلوه ما بين متر ومتر ونصف. شروق الشمس بمدينة العيون في الساعة 7:17 والغروب في 5:58. في بعض المدن والعواصم المجاورة درجات الحرارة ستكون بنواكشوط 37، بباماكو 34 درجة،
35 درجة بنواديب وبلاس بالماس 27 درجة بتندوف 24 درجة وبالعاصمة الرباط 22 درجة. إلى تذكير بالعناوين. العيون تحتضن الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للمقاولات الصغرى. وبقليميم حملة للتبرع بالدم لسداد الخصاص في المادة الحيوية. وفي الرياضة بالطنطان بطولة عصبة الصحراء لكرة اليد. قبل الختام نذكركم مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم متابعة جديد البرامج والأخبار بزيارة موقعنا الإلكتروني snfa.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناتي العيون والداخل الجهويتين من خلال موقع كوركاس.com. بإمكانكم أيضا متابعة جديد البرامج والأخبار بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون. ولتذكير هذه النشرة تتابعونها غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. ختاما هذا كريم حضري يحيي أطيب المنى وإلى الملتقى. ما مهم ش عندك يا غير المهم رجاج اللي تخليك ما مهم.